ولا العزيز خليني دوك انا نفهمك. شوف ياك الجزائر اليوم داروا ماتش مع بوركينا فاسو ومن هيك انغولا ربحوا بثلاثة مع اسمهم يا ربي موريتانيا. واش لازم موريتانيا تروازيام ماتش نضربوهم بخمسة باش مصر يديروا ماتش مع تونس والكاميرون. الكاميرون لازم يديروا يخسروا بثلاثة مع السنغال باش يطيح مع جنوب. لا لا خويا العزيز غلط ما تقاطعنيش يا العزيز باش يطيح مع الكاتريام تاع السنغال اللي يطيح كونتر الجابون هما اللي نو اسمح لي خويا معك مقدادي عمر جو سوي كونطاب. الوغ شوف لو كان الجزائر يديروا ماتش نول ما نقولوا مع موريتانيا ومن بعد لو كان زعما الجابون يطيحوا مع البرازيل ويديروا يربحوا البرازيل 2-0 الارجنتين لو كان يتعادلوا مع العراق بون اوتوماتيكمون تماك صابخه الجزائر يجوزوا اون ثوازيام بلاس وندوزوا ان شاء الله كارد دو فينال اي اون فيتام دو فينال اي اون فيغ لا فيت باسكو لو كان ديروا ماتش نول بوركينا فاسو مع وعندنا خليني نكمل سي فو بلي خويا سي فو بلي ديجا الغالي قطعتك كلامك بالعسل. انا نعرف بالون انا عندي وليد اختي يلعب في المولوديه وعمري ما خطرت من الاخر. شوف شريكي ماتش الاخر عندي لازم الجزائر يستناو شحال حاجه يديروا بوركينا فاسو مع الجابون هكذا ومن الاخر من الاخر لازم المولوديه يديروا ماتش مع الصوره هكذا ولازم الصوره كي تريسو في جي اس كا يخسروا بزوج وما دام تماك العلمه يجيبوها مع الصيف ويتلاقاو مع الترجي التونسي تماك الجزائر يجوزوا طروازيام شيخ هكذا اخو وقص الهضره الله يرضى عليك من الاخر نقولها لك لا هادي لا هادي لا هادي نحكموا موريتانيا راهم جيراننا قال خاوتي نتوما راكو اليميني اليميني عطونا الماتش حنا نعطوكم تيو ايش ليش تسمعنا سمعنا 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 بيرول وخلونا نجوزو ما ديروش معنا لعب والسلام عليكم هذه هي باسكو لازم الكانا الكانا يديروا ماتش مع بوركينا فاسو بوركينا فاسو مع جابون.